دلوقتي بقت في مبادرات، مبادرة اتنين كفاية برضو شغالين عليها، لكن انه دلوقتي بنقول هيكون مشروع قومي، هتكون كل الجهات، كل جهات الدولة، كل الاجهزة هتكون معنية وممثلة طبعا في المجلس القومي للسكان اللي اجتمع النهاردة. ووزيرة الصحة بعد الاجتماع اعلنت وقالت انه في مبادرة قومية لحد من زيادة السكانية، وهيشتغلوا في المحافظات اللي يعني ملموس فيها قوي زيادة عدد السكان يعني او نسبة الخصوبة، وهيتم انشاء غرف عمليات في المجلس علشان يتابعوا المبادرات السكانية مردودها على الأرض. اتكلمت كمان الوزيرة عن قصة ختان الإناث، وقالت برضو إنه الملف ده إحنا شغالين عليه، وبرضو هيكون في مبادرة قومية للقضاء على هذه الجريمة. خلونا نتابع جزء من تصريحات وزيرة الصحة ونرجع لحضراتكم مرة تانية. المبادرة دي مختلفة عن المبادرات اللي فاتت، المبادرة دي على المواطن مسؤولية، لكن إحنا مهمتنا إن إحنا نشوف احتياجات أسرة أسرة ونلبيها، بمعنى مش هعمل حاجة لكل الأسر مرة واحدة وأنا عارفة إن في ده محتاج فرصة عمل وده محتاج إنه يتعلم وده محتاج، كل أسرة وبالذات القرى اللي فيها مستوى عالي جدا أو معدل عالي جدا من الإنجاب لازم هنشتغل عليها، زائد إزاي هنغير ثقافة المجتمع برسائل زي ما بيقولوا كروس كالتشر كده تمس كل المجتمع، ودي رسائل هتاخد معنا سنوات طويلة، بس احنا ما عندناش رفاهية ان احنا نقعد نوعي لسنوات، احنا هنعمل ده وهننزل على الأرض أسرة أسرة، هنقسم مصر لمحافظات حسب القرى اللي فيها زيادة سكانية، وهنغطي 100% من المحافظات على فترة زمنية مش طويلة، وهننزل وهنتارجت وهنشتغل بشباب مصر، كل شاب هندربه وهيبقى معاه تاب ومربوط عليه عدد معين من الأسر، شغلته ان هو يشوف احتياجات الاسره، ان يوعي الاسره، ان يقول على فرص العمل المطلوبه للاسره، شغله المجتمع المدني ان هيبقى تحت ايده مجموعه من الشباب دول اللي هي يساوي في الاخر مجموعه من الاسر.